السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم مع بعض في الفيديو ده عن الـ probability of composite events. طيب إيه هي الـ composite events؟ لو نفكر بعض، إحنا كنا درسناهم في بداية الشابتر هنا. عندنا الـ composite events زي الـ A complement، اللي كمان ممكن نرمز له بالـ A complement أو الـ A prime. طيب كمان عندنا الـ A intersection B أو التقاطع، عندنا الـ A union B أو اللي هو الاتحاد. طيب الـ events دي احنا كنا عرفنا ازاي نحصل على الـ events دي بشكل حدث وتجربة عشوائية، لكن دلوقتي احنا محتاجين نحصل عليها من خلال الـ probability. لو نفتكر مع بعض في الفيديو السابق، كنا حصلنا على الـ probability of A complement، وقلنا ان لو احنا عايزين probability of A complement هي أو A prime هي 1 ناقص probability of A. ليه؟ لأن إحنا عارفين إن sum of all probabilities هي عبارة عن 1 لحدث لتجربة عشوائية معينة لأي random experiment. مجموع الأحداث، مجموع احتمالات الأحداث لازم تكون بتساوي ال 1، وبالتالي لو إحنا عندنا ال A complement يبقى 1 minus probability ال A نحصل على ال A complement. تاني حدث مهم أو composite event مهم نحصل على ال probability الخاصة بيه هو ال A union B. واحنا كنا اثبتنا ان الـ A union B هو الـ A plus الـ B ناقص الـ intersection. يبقى هنا واحنا بنحصل على probability الـ A union B هو probability of A plus probability of الـ B minus probability of A intersection B. طيب خلينا بس في جزء مهم جدا هنا، وهي الـ keywords. يعني امتى نستخدم نعرف ان الحدث اللي احنا بنتكلم عليه ده A complement، امتى نعرف ان هو A union B؟ احنا قلنا لو A complement يبقى مثلا هيقول لنا not كذا، فاحنا نبقى عارفين ان not يعني هو الحدث، لكن هنعمل 1 minus. طيب ال A union B دايما بنستخدمه مع الكلمات or، مع either. طيب كمان، وهنشوف كمان بعض ال examples اللي هنوضح فيها ال keywords ازاي نقدر نستخدمها. هنا number 3 بنتكلم على ال A intersection B. الـ A intersection B هنا نقدر نحلها نثبتها بمعادلة بسيطة. يعني لو بدلنا ما بين الـ A union والـ A intersection، هنلاقي الـ A intersection B هي عبارة عن probability of الـ A plus probability of الـ B minus probability of الـ A union B، بس عكسنا اللي موجود هنا مع اللي موجود هنا. تمام، الـ A intersection B هتروح للجهة الأخرى بعكس الإشارة، هتبقى positive، والـ A union B هتتحرك هنا بعكس الإشارة، هتبقى negative. يعني هنا معادلة بسيطة جدا. طيب الـ A intersection B احنا قلنا بنستخدمها زي مثلا في الكلمات زي and، they، both of them. دي بعض الـ keywords اللي ممكن تساعدنا إن احنا نقدر نحصل على الـ probabilities للـ composite events. طيب في سؤال هنا مهم جدا، احنا كنا اتكلمنا عن الـ mutually exclusive events. ولو نفتكر مع بعض الـ mutually exclusive هي الـ events اللي الـ intersection ما بينها هو zero. يعني الـ A intersection B الـ probability of الـ A intersection B هو zero، مفيش أي احتمال. هما إيه الـ mutually exclusive؟ لو نفتكر مع بعض كنا بنرسمهم إزاي، كانوا disjoint. كمان من بعض الكلمات اللي ممكن نستخدمها هي الـ disjoint، يعني مفيش ما بينهم أي intersection. أحداث مفيش ما بينهم أي intersection، مينفعش يحصلوا في نفس الوقت. طيب ساعتها لو إحنا بنحصل على الـ A union B، هنلاقي إن هو عبارة عن الـ A plus الـ B وفقط. مش محتاجين ان احنا نعمل هنا intersection، نعمل هنا subtract ل intersection، لان حتى لو عملنا subtract ل intersection فهو قيمته بزيرو، وبالتالي مش هيغير اي شيء في المعادلة عندنا. طيب خلينا نبدأ نحل مع بعض الاكزامبل الاول هنا، ونشوف ممكن نحله ازاي. هنا ده two way table، يعني table عندنا two variables مع بعض. The table shows the results of a survey that asked 506 mean adults whether they favored or opposed a tax to fund education. هنا كأنهم بيسألهم عن رأي، أنت supporting ولا أنت معارض ولا you are not unsure، أنت مش متأكد من رأيك. وكلنا اتعرضنا لسيرفيز من النوع ده قبل كده، وقسمهم هم males ولا females. طيب هنا في أول سؤال بيقول لنا the person opposes the tax or is a female. طيب خلينا نشوف هنا ان الشخص يكون opposes a tax or is a female، وخلي بالنا جدا من or. يبقى احنا هنا
شغالين على A union B، شغالين على الاتحاد. طيب يبقى احنا عايزين نعرف probability ان هو الشخص opposing the tax، هنسمي opposing the tax هو A وfemale هو B، يبقى opposing the tax union B. طيب خلينا نفتكر، احنا عارفين ان ال A union B بنحصل عليه ال A plus ال B minus ال intersection بينهم، ال A intersection B. طيب ال probability of A اللي هي ان الطالب، ان الطالب ده يكون opposing، طيب هنلاقي ان هنا الجزء ده برضو frequency table، ما ننساش ان احنا هنا شغالين على relative frequency approach، بنحصل على ال probability بال relative frequency. طيب ايه هو احتمال ان هو يكون معارض للتاكس او الضريبة دي؟ يبقى هو هنا 164 divided by total، دول كل المعارضين سواء males or females، يبقى هو 164 divided by 506 اللي هو التوتال اللي عندنا. طيب plus الجزء الثاني هو probability of being a female، ان الشخص ده يكون female. طيب لو بصينا على التوتال، الرو توتال للفيميل هو 259، يعني احنا في السيرفي ده عندنا 259 females divided by 506، يبقى كده احنا جبنا ال probability of being opposing او probability of being female. طيب محتاجين بقى نشيل ال intersection. طيب ال intersection يعني ايه؟ opposing and a female. الحل الوحيد to opposing and a female هو هنا ال intersection between ال column والرو، الصف والعمود، يعني احتمال ان هو يكون opposing and a female هو 65 over 506، وبالتالي الـ final answer هتكون 293 divided by 506. ده بالنسبة لـ number A. خلينا نشوف مع بعض number B ممكن نحلها إزاي. The person supports the tax or is a male. طيب خلينا كده. The person supports the tax or is a male. طيب إن الـ person يسupport the tax، إحنا هنتكلم هنا ده كل العدد اللي عمل supporting للـ tax، اللي كان رأيه إن هم supporting، يبقى إحنا عندنا هنا supporting the tax ممكن نرمز لها بالS or is a male، يبقى union M، يبقى هنا supporting or is a male. طيب يبقى إحنا الأول محتاجين نعرف probability of being supporting، يبقى كل اللي هم كانوا supporting هم 301، يبقى divided by 506 plus كل الميلز اللي عندنا هو التوتال of the row، يعني 247 divided by 506. وعندنا محتاجين طبعا الرول، ما ننساش ان هو probability of A plus B ناقص الانترسكشن بينهم. طيب يبقى الانترسكشن ان هو supporting and a male، supporting and a male يعني اللي هم ال 128 دول، person supports the tax or a male، يبقى male and supporting هي ال 128 اللي هنا، يبقى minus 128 divided by 506. طيب خلينا نشوف مع بعض الجزء اللي بعده. The person is not unsure or is female. وخلي بالنا هنا جدا من الجزء ده، يعني ايه not unsure؟ not unsure يعني مش موجود في الكاتيجوري اللي هو unsure، مش عايزين الكاتيجوري دي. يعني معنى كده ان احنا عايزين ان البيرسون يكون كان supporting or opposing، يبقى احنا هنعمل ايه؟ يبقى احنا هنجمعهم مع بعض، يبقى not unsure معناها ان هو مش موجود في الكاتيجوري اللي هو unsure، يبقى هنعمل بس addition لل total of supporting وال total of opposing. طيب خلينا كده، كان ال total of supporting 301 plus the total of opposing 164، وما ننساش ان الحالة دي برضو كل ال totals بتاعهم هو ال 506. طيب ده اول واحد ان هو not unsure. طيب وكان طالب ان هو يكون not unsure or not unsure or is a female، يبقى الحدث التاني، الحدث دي عندنا هو ال female، يعني 259 over 506.
طيب خلي بالنا بقى هنا جدا واحنا بنحسب الانترسكشن. الانترسكشن اللي هم مين؟ ان هم في ميلز وممكن يكونوا supporting or opposing، يعني الفئة دي ان هم كانوا في ميل و not unsure. not unsure يعني في ميل واما supporting او opposing، يبقى بالتالي هنجمع الاثنين مع بعض يبقى 173 plus 65 divided by 586، يبقى هتكون الـ probability في النهاية هي 486 divided by 586. أتمنى كده يكون الشكل واضح إزاي ممكن من two-way table إن إحنا نطبق union ونطبق intersection وإزاي نقدر نجيب الـ probability الخاصة بينا. شفنا الـ three examples دول. لو في أي جزء مش واضح أو في أي استفسار يتم التواصل إن شاء الله مباشرة من خلال الواتساب. شكرا جدا لكم والسلام عليكم.